أنت مدونة، هناك حديث عن عديد الأحكام الصادرة في حق مدونين، آخرهم أعتقد واحد في قفصة، لست إن كنت مش نثبت، عندك معطيات دقيقة أستاذة؟ لا ما عنديش معطيات، على أما نحكي في المطلق عن المدونين. لا ثم شو مطلق؟ عندك معطيات دقيقة ولا مباشر؟ مش عربي. لا معطيات دقيقة على إنه مدون توا توقف. لا أما نحكي لك في المطلق عن المدونين، معناها نعم. المدونين أصلا باش قاعدين يعانيوا. اليوم هو كان هو صحافي اليوم وقاعدة عاملين له مرسوم 54 وقاعد يتحاكم عليه. وقت راه أنت الصحافيين اليوم كيفاش هما في السجن وعندهم قانون يتحاكموا عليه، نورمالمون يتحاكموا بالقانون نتاعهم. احنا فما بالك مدون ما عنده حتى قانون يحميه. اليوم هما صحفيين وقاعدين يتحطوا بالحبوسات بقوانين عامل مرسوم 54 ومرسوم عاملها لهم قيس عايده اليوم. فما بالك المدون اليوم، فما بالك المدون اليوم ما عنده حتى صفه، معناها ما عندوش صفه قانونيه. قال ما عنديش مشكل يا استاذه، قال ما عنديش مشكل مع التعبير. ها واحد سب واحد اعطينا انا كان جاهز. خليك معي خليك معي نسمعوا رايه حتى كان هو يحبوا يحضروا تفكيك الدولة. لا خلنا نسمعوا لعل مش الناس تقارن. أعطيني السيد سيد سعيد في شيء حكاية تفكيك الدولة ونرجع كلمة للأستاذة يلا أعطيني رجع والتلفزة يوريونا إيش كان موجود في البرلمان قبل 25 جويلية وقداش من نصوص دخلوا وخرجوا بدلوها خاطر باش يخدموا اللوبيات. ما أناش جانا باش نخدموا اللوبيات، جانا باش نحروا تونس واللي يتباكى توا على الحريات. ها يتكلم اليوم لا يلزم يقول الوزير الفلاني بيه وعليه والاخر الاخر سارق والاخر الفاسد. الدوله مش لعبه ومصير الشعب مش لعبه وحريتنا وكرامتنا مش مجرد شعار. يقولوا دوله مستقله ذات سياده مش مجرد شعار، معنى حقيقة. ولكن للأسف اللي كانوا يتكلموا عن الحرية وعلى أنهم من دعاة الحرية هم من أكثر الأعداء، أكثر أعداء. نعم سيدي هاجر بوضوح، ربما تكون في شكل نصيحة في شكل سؤال. التعبير شيء، التدوين شيء، وبين هتك الأعراض هل ضروري أن نذكر المدونين رغم مش تخويف ولكن على الأقل تنبيها خوفا عليهم؟ ثم فرق مسافة بين التدوين تعطي رأيك السياسي حسب يقول سعيد حتى أعراض فلتان سارق وما عنده شنو. تحسين كما قال لك سيزييت توا كان يحكي لك اللي أنت قاعدة كنت قاعدة تصدق في اللي قاعد يقول فيها قايس سعيد. أنا أعرض موقف هذا كما قال الوزير، أنا نأكد كلام اللي قاله زيد به. اليوم كان عاود ونقولها وديما نقولها إنه قايس سعيد هو يعتبر روحه الدولة، اللي هي حاجة ما حبوش الناس يفهموها انه هو يعتبر روحه هو الدولة. واي انسان باش يقول كل كسوة مدون او صحافي او محامي او اي كان او سياسي باش يجي ضد افكاره وضد اللي قاعد يعمل فيها اليوم قايس سعيد فهو يكفروا سياسيا، مش يعتبروا قاعد يحكي على الاعراض. لا يكفروا كريمه تكفير سياسي كفروا، لانه هو ماهوش معاه. نجي ناكد لك المعلومه، فما مدونين اليوم قاعدين يهتكوا في اعراض وقاعدين يعملوا في كل شيء، معناه قاعدين يقولوا وقاعدين. موالين سعيد تقصدي؟ سامحني، والمدونين هذوما هما 70 الانقلاب بدون ذكر اسماء والناس كل تعرفهم. فهم مدونين اليوم هما مع قايس سعيد ومع الانقلاب وقاعدين اصلا يتحكموا في الشارع التونسي ويتحكموا في الادارات وقاعدين يتحكموا في كل شيء وقاعدين يهتكوا في اعراض وقاعدين يعملوا في كل شيء. قايس سعيد عمره ما نهار وقف فيهم واحد، بل معزين مكرمين يخدموا كوكسوا في الخارج في فرنسا في تونس في اي بلاصه ونعرفهم بالاسماء ونجم حتى نذكر اسماء الناس هذوما. انه هم صحفيين قاعدين يمجدوا اليوم القايس سعيد وقاعدين يهتكوا في اعراض عبيد وقاعدين يقلبوا على عبيد وقاعدين يعملوا في تتصوروا انتوما. اما هما ما همش قاعدين يتامروا على الدوله. الدوله من هي الدوله؟ اللي هي قايس سعيد، ماهوش قاعد يتامروا عليه هو في شخصه. لانه اليوم اي مدون او اي صحافي او اي كان ما يكونش في نفس المسار نتاع مسار 25 فهو منقلب وتمشي له تهم انه هو قاعد يهتك في اعراض وانه يتامر على الدوله. والقضايا التامر على الدوله الكل هي هو بالنسبه له اي انسان يحكي مجموعه تحكي ضد قايس سعيد اليوم فهو يتامر عليه، معناها لانه هو يعتبر روح الدوله. لانه اليوم رئيس الجمهوريه يعتبر روحه هو الدوله. اي انسان باش يجي ضد الفكر نتاعه او ضد المسار نتاعه فهو متامر عليه. هذا هو. لانه انا ناكد ان هو فما برشا صحفيين وفما برشا مدونين
بالنسبه لا بالتدوين ولا بحد شيء. اليوم هما مع قيس سعيد، اليوم هما مع رئيس الجمهوريه يمجدوا فيه بالهلالي بالطبين، وقاعدين يقولوا باللي يحبوهونا. اصلا هما قاعدين يعينوا في في معتمدين وفي ولاد قاعدين هما اللي يعينوا فيها، والناس كلها تعرف على شكون قاعده نحكي انا ما غير ذكر اسماء. اللغه اليوم هما ما همش يهتكوا في اعراض او افكارهم، هما احرار في افكارهم ويفكروا كما هما يحبوا يفكروا وماشي يطوش الحبس على افكارهم. اما وقت اللي انت تجي ضد افكارهم وضد اللي قاعد يصير فانت متامل، فانت تهتك في اعراض، فانت قاعد تقول وكما كان يقول فيها اليوم رئيس الجمهوريه. اللغه لا، هذا هو اللي لازمنا نقولوها اليوم، انه اللي قاعد الفكر انت والتوجه نتاعك وقتها. انت كانك مع المسار، فانت صحافي، فانت مدون، فانت سياسي، فانت صحافي، فانت محامي، في في في. واذا انت ضد المسار فانت مجرم، فانت متآمر، فانت كل النعوت اللي نجموا نعطوها. دونك اليوم حتى الفكر كما كان يقول هو انه عندك الحق انك تفكر وعندك الحق انك تقول رأي، حرية التفكير قبل التعبير. يساري أم يميني، فهو يحكي كان على الفئة بتاعه هو، لأنك أنت تجي ضد أفكاره فهذا الكل ما هوش وصلت الفكرة، ما هوش ما يشملكش أنت. اللي يقول فيه يشمل مجموعة معينة، الناس اللي هي ما يمثلهاش المسار وهو يعتبره انقلاب، فإنه هذا بطبيعته هو واضح. واضح سيدة هاجر، وصلت الفكرة.